حول الشأن السوداني وتطورات الأوضاع. ينضم إلينا في الاستوديو للمزيد من التوضيح والفهم سعادة السفير الدكتور صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك بالسادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. هبدأ مع حضرتك بالموقف في السودان. رؤية حضرتك في الفصل كنت بتقولي أنا قعدت في السودان يعني فترة طويلة، سنين تزيد عن 8 أو 9 سنين. الأوضاع الحالية في السودان بتتابعها إزاي؟ يعني قبل ما نتكلم عن الأوضاع الحالية في السودان، أعتقد لابد يبقى في إشارة كده لما سبق هذه الأوضاع في الفترة التي كان فيها الرئيس البشير في السلطة. واقع الأمر أن في سنة 89 حدث انقلاب عسكري، وكان هذا الانقلاب يعني ذو توجه إسلامي في إطار الحركة الإسلامية. كان من جراء هذه السياسة وهذا التوجه على مدى ما يقرب من 30 عام يعني كوارث بالنسبة للسودان، سواء في علاقته مع العالم الخارجي، سواء فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية. على سبيل المثال، في العالم الخارجي كان هناك المحكمة الجنائية الدولية، كان هناك مديونية للسودان بلغت حوالي 60-70 مليار دولار، كان هناك عقوبات اقتصادية فرضت عليه وما زالت تداعياتها حتى الآن بعد ما تم رفعها، إدراج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، فهذا فضلا عن انفصال جنوب السودان، ثم حرب أهلية في مناطق عديدة، جنوب كردفان، نيل الأزرق، دارفور، شرق السودان. هذا على المستوى الخارجي. ده بالإضافة إلى توتر في العلاقات بين السودان ودينا وبين دول الجوار، ثم دخول السودان في محور إيران، تركيا، قطر، وما تلا ذلك من يعني زعزعة واستقرار أو محاولات زعزعة واستقرار في المنطقة، وخاصة في منطقة البحر الأحمر. أما على المستوى الداخلي، كان هناك أزمة سياسية قوية بسبب أنه نظام حزب الواحد، نظام ديكتاتوري، رغم أنه يسمح بتعدد الأحزاب، لكن هذا السماح لم يكن على أرض الواقع. هناك أيضا يعني لا يتمتع فيها الشعب بالحرية، أجهزة الإعلام لا تتمتع بحرية، الحقوق المدنية وحقوق الإنسان كانت أيضا موضع انتهاك كثير على النحو الذي كانت ملف حقوق الإنسان مطروح في جنيف على مائدة المباحثات التي تجري، وكان هناك باستمرار إدانات لهذا النظام. على المستوى الاقتصادي طبعا كان هناك تدهور في الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير جدا، خاصة بعد انفصال جنوب السودان وضياع جزء كبير من إيرادات البترول التي تدخل في ميزانية السودان والدخل القومي للسودان في بعد الانفصال. كل هذه الأمور أدت إلى الأحداث الحالية. صحيح كان هناك إرهاصات حدثت قبل ذلك في عام 2013، وكان هناك صدام ما بين النظام وبين المحتجين والمتظاهرين، ثم تكررت مؤخرا في هذا العام.